وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تشاهدون إخواني الكرام، هذه النحلة منهكة وغير قادرة على الطيران، كأنها مريضة أو شيء ما. انظروا، في أرجلها حبوب لقاح كأنها تريد أن تلسع. إخواني انظروا، فكما تسمعون إخواني الكرام، هناك رياح قوية في منطقتي، فريد النحل منهك، ليس به أي مرض أو شيء ما. انظروا، نظيفة تماما، ولكن الرياح هو العمل الرئيسي، لأن النحل كما تشاهدون كله متساقط على الأرض. انظروا، هذه نحلة وهذه نحلة، انظر هذه نحلة، فالرياح هي التي أتعبت النحل. يعني هنا أن الأمطار والرياح لها دور في تعب النحل. ننظر مثلا، ليس بها أي شيء. هذا هو النحل. سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى هذه النحلة في باب الخلية وهي منهكة تعبانة. انظروا، لقد دخلت. أقوم بوضعها سبحان الله، يقوم النحل بشم رائحتها. انظروا ماذا تفعل، تقوم بتحريك أجنحتها مثل المروحة. إخواني الكرام، لا إله إلا الله. انظروا، لقد دخلت. سأقوم به رفع واحدة أخرى. انظروا،
أضع التي برجلها حبوب لقاح. سأضع التي برجلها حبوب لقاح. هيا انظروا، تابعوا معي إخواني الكرام. سبحان الله، انظروا، فهي تقوم. لا إله إلا الله، دخلت. لا أدري ماذا فعلت عندما دخلت إلى باب الخلية. سأأتي بنحلة أخرى. انظروا، يجب علينا أن نبقى اليوم كامل ونحن نقوم بإدخال النحل. انظر، بواحدة أخرى. كلهم قد رجعوا إلى الخلية. يعني إخواني الكرام بأن الرياح كما قلت لكم قوية. إلى هنا إخواني الكرام انتهينا من الشرح. من لديه سؤال أو استفسار يكتب في التعليق. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس والإعجاب بالفيديو. شكرا لك على المتابعة، دمت في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. قناة أحلام.